في ظل أمواج متلاطمة من الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد الفلسطيني وتخنقه وتجعله اقتصادا هشا وغير قادر على الوقوف على قدميه دونما اتكاء على عصا المساعدات الدولية، رفعت أطراف يسارية صوتها وطرحت خططا ترى أنها تسهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه بعد مرض مزمن أصابه. وقد جاء هذا الطرح من خلال كتاب أعده الباحثان الفلسطينيان نصر عبد الكريم وماجد صبيح بعنوان رؤية بديلة للاقتصاد الفلسطيني من منظور يساري. نطرح رؤية نقول فيها بأنه علينا أن نعيد النظر في السياسة الحكومية، وعلينا أن نصب جل اهتمامنا للتوظيف الأمثل لهذه الموارد من خلال السياسات الحكومية، تحديدا السياسات المالية الضريبية والإنفاق الحكومي. ونحن نطرح العود الحكومي إلى مقعد قيادة الاقتصاد وإلى جانبها وخلفها ويمينها يسارها القطاع الخاص والمجتمع المدني كشركاء فعليين، ولكن على الحكومة أن لا تتخلى على الإطلاق عن دورها المحوري في الاقتصاد وإعادة توجيهه. ورغم أن إسرائيل تشكل العقبة الكاداء أمام تطور ونمو الاقتصاد الفلسطيني باعتباره اقتصادا تابع ومرتبط بالاحتلال ارتباطا جذريا، إلا أن معدا الكتاب يرفضان التذرع بهذه الذريعة والتسليم بها، مشيران إلى أنه يمكن التكيف مع هذا الواقع والالتفاف حوله. نحن ندرك بأنه لا يمكن لنا تحقيق تنمية بظل الاحتلال، وندرك بأنه الاحتلال هو المعيق الأول والخانق الأول للاقتصاد الفلسطيني، لكن هناك هامش ترك لنا ذاتيا لإدارة هذا الاقتصاد ومحاولة الاستفادة من أي فرصة كامنة أو ظاهرة مشان نقاوم الاحتلال ونعزز صمود الناس ونمكنهم اقتصاديا، لأنه نعتقد بأنه المعركة على الصعيد الاقتصادي هي تشبه تماما المعركة على صعيد تفاوضي أو نضالي آخر. السلطة الفلسطينية التي اعتمدت منذ ولادتها منهج الاقتصاد المفتوح والسوق الحر عانت ميزانيتها في العام الماضي من عجز وصل إلى 1.25 مليار دولار تقريبا، إضافة إلى أن الخطط الاقتصادية التي تستخدمها السلطة الفلسطينية جعلت النمو الاقتصادي نموا هشا وليس له بعد اجتماعي، ولم يحل مشكلة البطالة والفقر، وعملية الإقبال على الشراء تراجعا ملحوظا كما يشير الكتاب. وهذا دفع أطرافا يسارية إلى دعوة السلطة الفلسطينية إلى البحث عن خطط بديلة أكثر فعالية. في رأيي هناك مشكلة في المنهج الاقتصادي الذي اعتمدته السلطة بما هو اقتصاد الحر المفتوح، وأيضا هناك مشكلة في السياسات الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة الفلسطينية أيضا تجاه العديد من القضايا، بما يزيد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في البلد. وبالتالي التغيير المطلوب هو تغيير من ناحية في المنهج الاقتصادي، وهو عملية صعبة وطويلة وتحتاج إلى جهود، وكذلك في السياسات التي هي عملية مباشرة وأنية ويمكن أن تجري. وأهم شيء فيها في رأيي بالملموس هو خفض الضرائب والرسوم عن السلع الأساسية للمواطنين بما فيها الكهرباء والمياه والأدوية والمواد الغذائية. أراد مؤلف الكتاب القول أن بجعبتهما خططا اقتصادية وأساليب تنموية لم يتم تطبيقها من قبل قد تسهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني الهش وتنميته، إلا أن الشيء الذي لا يختلف عليه اثنين أن الاقتصاد الفلسطيني مهما نما ومهما على شأنه سيبقى أسير الإرادة الإسرائيلية. إسلام حلايقة، تلفزيون القدس، رام الله.